هنروح دلوقتي لحلوى الشوفان، هنحتاج فيها برضو شوفان، شوفان نقوم معديينه كده لفينه لفة كده بسيطة في الكبة، سكر بودرة، شوكولاتة، رقائق شوكولاتة، هنا الكاوكاو أو اللوز اللي هو الفول سوداني أو لوز، هرجع وأقول لكم أي نوع مكسرات، عين جمل، أي حاجة إحنا حابينها ممكن نضيفها نضيفها عليه عادي جدا هتنفع، زبيب وفانيليا، وطبعا الشوكولاتة ده أساسي، الشوكولاتة تبقى سايحة ونخليها تبرد برضو شوية، نفس الموضوع. أنا هوريكم برضو إزاي وانا محضره، عشان الحاجات دي كلها بتحتاج انها تخش التلاجة شوية. هاخد الزبيب بالشكل ده، مكسرات، مكسرات اي نوع تحبوه ضيفوه، يعني ما تحكموش نفسكم بنوع مكسرات معين، اي حاجة انتوا عايزينها ضيفوها. وكمان هنعمل السكر البودرة، والفانيليا. يبقى احنا كده خلصنا كل حاجة، ونبتدي نحط الشوكولاتة بتاعتنا. الشوكولاتة بنعملها بتبقى يعني بنسيحها ونسيبها تهدى شوية تبتدي تتقل معانا عشان ما تتعبناش في العمايل بس، ونعجن الحاجات دي كلها مع بعض، كلها حاجات مفيدة، واللي بيخلي الولد او الطفل ياكلها اننا بنعمل معاها الشوكولا، فبندخل له كذا حاجة، يعني كل اللي احنا عايزين ناكله لهم مش عارفين ناكلهم، مكسرات، زبيب، مش عارف ايه، كله كله خليطه، كل حاجة هنا هياكلوها لانه بيبقى طعمها حلو جدا، والشوفان احنا عارفين انه صحي ومفيد جدا، تبقى بالطريقة دي. يعني بصوا بتتلم بشكل حلو قوي، ودي حلويات كلها في البيت بنعملها ما بتحتاجش خالص سوا. انا هنا هحتاج شوية شوكولاتة هزودها عليها، عشان عايزاها تبقى طرية شوية لما تخش الثلاجة هتنشف، بس مش عايزاها تنشف معايا قوي او تفتفت، يعني عايزاها احس انها زي اللبانة كده بتشد معايا شوية. طالما انا حاسة انها لما باجي امسكها بتتقسم مني او بتفتفت مني، يبقى هي عايزة شوكولاتة كمان، فبنزودها لحد ما تبقى طرية كده. انا هكتفي بالشوكولاتة بتاعتي، اهم حاجة عجنوها كويس قوي، كل المكونات امزجوها مع بعض وتبقى تمام. نعملها كده وناخد العواد ديالنا، لو القلقانين انها تمسك معاكو نعملها بالشكل ده وكده، ونسيبها. خليني اجيب طبق لحد اما تنشف معانا، نسيبها كده. انا بوظت الدنيا بالجلافز ده، خليني اشيله. بنعملها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبنزوقها بس بعد ما تنشف، بعد ما تنشف نقوم حاطين عليها غطسينها في شويه شوكولا ومزوقينها، بس ما نغطسهاش، يعني ما نغطسهاش، ما نغطسش الكوره كلها او البول كلها، بنعمل حاجه بسيطه جدا، وبعد كده نقوم مزوقينها زي ما احنا حابين. نعملها كويس قوي، اهو مش راضي يتلبس بس كده، ونحط عشان تمسك معانا بالشكل ده. طيب بعد ما تنشف في التلاجة نحطها برضو في التلاجة، هاخدها هحط لها فوق بس بالشوكولا بالشكل ده، وزوقها كده بالطريقة دي، يعني هنخليها بالشكل ده
وبنقدمها. تزوقوها زي ما انتوا عايزين، تعملوا الشكل اللي انتوا حابينه تبقى بالشكل ده، بس يفضل لحد من يعني ما نعملش كده غير لما تنشف معانا في التلاجة كويس جداً.